بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. والاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تعيين محمود البنا حكماً لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بالدوري الممتاز. والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته امبارح على ملعب التتش بالجزيرة، وده استعداداً لمواجهة فريق الزمالك النهاردة ضمن منافسات الدوري الممتاز. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللعيبة قبل انطلاق المران الجماعي، واستمرت لمدة نص ساعة. شرح خلالها الجهاز الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي بمسابقة الدوري، وأدى لاعبو الفريق مجموعة من الإطالات بجانب تدريبات تأهيلية تانية متنوعة، وده تحت إشراف الجهاز الفني. ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامج تأهيلي وبدني خاص خلال الفقرة للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة. منتخب شباب الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني هاني مصلحي فاز على المنتخب المكسيكي بنتيجة 3-1، وده في إطار تحديد المراكز من 9 للـ16 لبطولة العالم المقامة بالبحرين. تأهل الرباعي فريدة خليل وجنى الجندي وسارة محمد وريتاج علاء لاعبات منتخب مصر للخماسي الحديث لنهائي بطولة العالم للشباب تحت سن 17 سنة، واللي بتستضيفها الأسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 17 من الشهر نفسه. مانشستر يونايتد الإنجليزي تغلب على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 2-0 في اللقاء الودي اللي جمع الفريقين في العاصمة النرويجية أوسلو ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024. نادي أستون فيلا الإنجليزي أعلن تعاقده مع المدافع الدولي الإسباني باو توريس من فياريال البالغ من العمر 26 سنة قادما من نادي فياريال الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. تعاقد نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي مع البرازيلي فيتور روكي لدعم خط الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد برشلونة في بيانه أن فيتور روكي سيمتد عقده حتى موسم 2030 و2031.